قبلني تريت كبشانة وانا دور حد يملك لي قلبي دل توقف يمني السرة والضراءة تعوز تحمل ان شاء الله ربك يفرجها عليك تقولي ليش متضايق حبيبي كيف عرفتي عن هالموضوع تحس فيني وتقولي يدري قلبك متروس دموع شمعة في وسط الشموع ادور بس جنة لقاها ممنوع قولولي شو الموضوع يا ايجي اصبر تريا ادري بيجمعنا القدر بس وين هاليوم المنتظر تقول الثاني للصبر لو واحد غيري تنطف الاقي خلاص انتهى بس بعدني مستمر بواجه كل الشدايد وبكسر كل الحدايد بس عشان اوصل للغايب اللي طال غيابه من وراه قلبي صار شايب وبعد مجروح وجوده يخلي الجرح يروح وفرشت الروح وينها وينها حبيبي قلبي عمره وينها وينها اللي سكن قلبي وينها والله بادي أنا من 2005 كتابة بس غنى بدأت من 2006 أول شيء بداياتي كنت متأثر بتوباك بس المشكلة أن توباك كان يتفوه بكلمات يعني بذيئة جدا فعجبني يعني أسلوبه بس حاليا كاميلينير مغني الحين اللي من هيوستن تكساس أن أسلوبه وايد يعني وايد تقريبا أحس أنه من نوعي أنا شيء من أسلوبي اسمع له هو شخصيا انا ما حصلت لي اي انتقاد لين الحين والحمد لله مع اني انا مو بوايد مشهور ان الناس يسمعوني وايد لا يعني اللي حوالي كل واحد يوم يسمع شيء من عندي ما حصل انتقاد من عنده بس اللي يحصلون انتقاد هم الرابرز اللي تحصلهم يتكلمون بكلام بذيء جدا فيعني ها مو بحلوه بحق العرب يعني المستمعين شو بيسمعون كلام بذيء ليش يعني تخيل نفسك تبى تسمع واحد صغير مو بحلوه بحقهم يعني كيف تربيهم على هالبيئه بيتعودون عليه بعدين يكونوا مو زينين يعني. ابتديت الفن من سنه 2005 طبعا في مشوار الراب العربي قبلها كنت بس مهتم في الاغاني فقط بتوزيع الاغاني الموسيقيه ومش اكثر ولا بد. لقيت يعني صعوبه في البدايه لكن مع الوقت يعني مع مجموعه ناس اللي كنت الاقيهم يعني كانوا يغنون الراب العربي وكذي والراب الإنجليزي فبدأت يعني أهتم شوي مع الوقت الاهتمام وكذي فتعلمت الحمد لله لقيت انتقاد كبير بصراحة بالنسبة لي يعني لدرجة أنه الناس كانوا يقولون استحسن أنك توقف هالشيء يعني ما تهتم فيه لكن يمكن مع الوقت يعني في مواضيع اللي أنا كنت أختارها يمكن صار الناس بهذاك الوقت يعني يتحببون يعني يمكن في البداية ما كانت مواضيع مهمة وكذا لكن مع الوقت بدأت أحس أن الناس بدأت يعني لما صارت تطالع علي ولا انا اغني وكذا يعني صار يعني حسيت ان هم يفهمون انا شو اللي اقوله وكذا قالوا لي مختفي وين تروح فوق السطوح ورقه وقلم يداووني شلوا عني كل الجروح دفتر يفوح من القلم من ورا ما سلم وندم يوم عرف ان كي يستلم الدور كي اند اي جي شوفونا على برنامج شبابنا بيس يا